أيها الإخوة المؤمنون، عودا كريما إلى ساحة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما طلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ومن أقوال نبينا الحبيب: اقرأوا القرآن بلحون العرب. وقال: اقرأوا القرآن على سبعة أحرف. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: إن من أخير الناس تلاوة القرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. أيها السادة، مع القرآن الكريم والإذاعي العظيم فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، قارئ عظيم في أدائه، محكم في إتقانه، جميل في مقاماته، قوي في رواياته، يسعدنا ويجدينا بصوته الندي وأدائه الشجي. فليتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما صدق الله العظيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تعال يا شيخ خليل، تعال تعال يا شيخ خليل، تعال مولانا، تعال يا سيدي. طب الشيخ مصطفى، الشيخ خليل بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا تفضل، حضر سيدنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أرادنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا، لو أرادنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الله أكبر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله الناصر العدل وناصر الحق هو الله. ولكم الويل مما تصفون. ولو
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار ولا اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا سبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق الله العظيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان في سادتا فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما فسبحان الله
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان سبحان الله رب العرش عما يصفون لا اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحان الله رب العرش عما يصفون Yeah.
فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يوم
ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون قل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين قارئ ده كان متضرع
نفس ذائقة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها النبلاء عشنا مع تنزيل السماء وآيات سورة الأنبياء واستمعنا بإنصات وإصرار لقارئ ابتلى كما وصى سيد الأنبياء حكيم في الوقف والابتداء وجميل في المخارج والهجاء وقوي في تبليغ مراد السماء فضيلة القارئ والعلم الإذاعي الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني المقيم بالقرقشة مركز بلبيس شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلات أبو عرابي وعائلات السوالمة والعرين والصعيدة في ليلة تكريم الأم الحرم المصون والزوج الودود الولود لزوجها الراحل الكريم الودود الحاج عبد الحميد عرابي مشاركين الحاج محمد عبد الحميد عرابي والحاج ابراهيم عبد الحميد عرابي ومشاركين ايضا الحاج علاء عرابي والحاج احمد عرابي والاستاذ ممدوح عرابي والاستاذ اسلام عرابي والاستاذ مصطفى عرابي اذ يتقدمون جميعا بجزيل الشكر لكل من شرفنا بالعزاء وسافر إلينا من جميع الأنحاء والأرجاء وهذا ما قاله المصطفى سيد الأنبياء لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زواه. نشكر أيضا لصاحب الفراشة والإنارة أولاد أبو حجاب وإلى صاحب الهندسة الإذاعية حد السيد القليني وإلى مقدم واجب الضيافة الكابتن عطية الدولي بأبو حماد وإلى مصورنا وعمدة مصور الحفلات القرآنية مخرجنا ناصر صلاح والمصور محمد ناصر. استاذنا الدكتور احمد دهشان تشتاق لسماعك الاذان والاذان. فبعد تقديم شكري لكم جميعا وادعو بالرحمه لشيخنا زكريا الانصاري للامام الشافعي هو نعم الجار وله بالبلده اثار واثار فالمشهد فالمسجد باسمه وفيه السجود الى الغفار والمعهد الازهري باسمه
وهذا من واجب الأبرار. أشكر أيضا أيها السادة لأخي وحبيبي في إدارة المرور من أجل أهل القرآن يرتكب المحظور ويؤدي لنا الوجبات والواجب بكل سرور، أخي الحبيب الحاج محمد العريني، ولا أنسى له خدماته ولا جمائله.